السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا لواحد الكراج خوتي يبيع خوتي المضروب روسي، شوف الروده خرجت. المهم خوتي عنده المضروب في مدينه لارشفارتسفالد، تجيني يا تشري حبه مضروبه وتحتسق معك. كاين لي مضروب خوتي، كاين كل وحده كيفها مضروبه، كل وحده كيفها مخبوطه. المهم يبيع اكسبورت ثاني خوتي، ليبيا وتونس المغرب الجزائر، ما عندوش تاع موان 3 زون، عنده غير تاع موان 5 زون موان 10 زون. المهم حبيت ندير لكم فلوق برك ونوري لكم مكان تاع ماشي مقبرة السيارات بصح تشبه المقبرة السيارات. وشنو تاع خونا روسي، شوف الله يسترنا ويعافينا، ان شاء الله ربي يحفظكم ويستركم. سوقوا بالعقل، عندكم فاميلاتكم خاوتي، اذا ما تخافش على روحك خاف على مرتك وولادك، واذا ما تخافش على مرتك وولادك خاف على يمك. ها كاين اللي فيها ضربة حنينة تديها تخدمها هنايا خاوتي، بورخرخ هنا ما تخدمهاش، هنا تخدمها في بلادك.